وصلنا هذا العام عدد من التقارير التي أرسلها كثيرون منكم يرون أن هناك عادات وحرفا ومهنا مهددة بالزوال ويجب القيام بشيء ما لحمايتها. مثلا هناك تقرير وصلنا عن صناعة حلوى العسلية من حسني رجب، تقرير عن صناعة الجريد أرسله هشام سمير، وتقرير جميل لحامد محمد عن عادات بدوي الجزائر، وأحمد الحسن أرسل تقريرا عن القرقعان في السعودية، مايز عبيد أرسل تقريرا عن صناعة شباك الصيد في لبنان، والكثير في الواقع من التقارير الأخرى. ولكن اخترنا أن نتوقف في هذا اللقاء الخاص مع تقرير للمهدي الخميلي في تونس. المهدي قام بزيارة سوق في مدينته، مدينة القيروان، حيث يتم تصنيع عدد من الأدوات التقليدية وممارسة عدد من الحرف التقليدية، ويرى أنه يجب القيام بشيء لحلها، وبرأيه الوسيلة لحلها بناء جسر بين الجيل الجديد والجيل القديم. لنتابع مقطعا من تقرير المهدي الخميلي. أنا مهدي من تونس، عمري 18 سنة، نعم تلميذ وفي نفس الوقت نعمل فوتوغرافي ونعمل دي فيديو بريسك سينماتوغرافي. في الفيديوهات اللي نعملهم انا نحب نوصل كل مره نحب نوصل رساله، ما نحبش تكون حكايه فارغه. هذاك علاش في الفيديو اللي باش تروه توا انا اخذت زوز امثله من الحرفيين اللي ولو قليل موجودين في تونس بتحديد في القروان، ولو ما عادش موجودين برشا وقاعدين يندثروا، يعني كل مره قاعدين ينقصوا اكثر فاكثر، والخوف كل الخوف ان ما عادش نروهم في المستقبل. السنة هذه التقليدية مش تبدأ تضيع، تضيع 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 تضيع، اللي يموت معناها يبقى حانوته مسكر. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه توا عندي قرابة 60 سنة فهمني، مشيت أنا مشيت على روحي. مقبلها حد من عندك؟ لا اللي علمتهم يخدموا على روحاتهم ربي يعينهم، لكن الجيل الجديد، الجيل الجديد هو اللي مش قاعد يحب يتعلم السنة، فهمت؟ هذه مشكلتها هي تو في كل سنة، فهمت؟ النجار فهمتي ما يلقاش معناها واحد، في الصباغة متاع الصوف الواحد فهمتي ما عادوش يلقاو صباغة، أكل حاجة ما عادوش يلقاو الحاجة. السنة معناها ملي تبدا معناها وانت صغير تبدا تتعلم 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 حتى معناها يولي يعطيك مالك بالحويجة خفيفة، تبدا تتعلم يعطيك حويجة ما اقوى، وانت تتعلم وانت تتعلم حتى تتعلمها الكل. وقت اللي تتعلمها الكل يسيب لك المثل معناها اللي تولي كل في ديك انت، فهمتي؟ قلت لسيدي للصنعة في مسؤولية عام 51 هكاك، وقعدت نخدم ما عارف نتعلم في الصنعة ذي، تعلمناها الصناعة في مدن الله والحمد لله رب العالمين. تخدم في الصباطة ودبرت الكونترا بالزيرو، هاي الكونترا هذيك الكونترا، وعلم طفل ولدي علمته باش ما تموتش الصنع، وعلمنا صناع مشاو على رواحهم مشاو يخدموا حلوا حوان مشاو يخدموا على رواحهم ربعينهم، والحمد لله رب العالمين. كان الواحد كان يخدمها السلعة موجودة،
الدنيا موجودة، العاطفة كانت موجودة ولا بعضنا صناعية. طب ما عادش كون مش يعطف عليك. طب فهمني، كانت قبل تو كانت ما كانتش حتى ماكينات، كانت نحن اللي نخدموا ونحن ونتعاملوا مع المعلمين، كانت عرفنا أكبر منا نتعاملوا معاهم. تو ما عادش تو صغار ومشات الدنيا انتهت. حبيت كان الصنعة، أنا قريت في كتاب وعمري وقتها 8 سنين. من الكتاب نتعدى نلقى صناعية صبابطية، نقول واش خصك وندخل الخدمة ذي ونخدم صباط ليلي ولا نخدم كنت وأنا صغير نقرأ الكتاب. دني ربي الكلمة ذيك قبلها ربي من عندي، ودخلني ولد عمتي نخدم معاه في الصباب الثمة، وطلعت صناعي وتعلمتها، والقراية ما حسش بها باللي حتى بوي قال لي قراية. قلت له